الإمام يعني كيف تطلب من الإمام التميز؟ ويعني أنا أشهد لأكثر أئمتنا متميزين، ولكن إذا أردت للإمام أن يعطي أكثر وأن يبذل وأن يتفضل لمهنته لدعوته لتعليم الناس للدعوة إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة، لابد أن يكون مكتفيا ذاتيا. مش معقول أخي الكريم فارس إنه الإمام بعد الصلاة مباشرة ما يروحش على بيته، يروح على مكان عمله، على الدكان اللي بيشتغل فيها، ولا على باص الكاي اللي بيسرفس عليه، ولا على الورش اللي بيشتغل فيها، حتى يعني يحقق أقل مستوى للمعيشة بيقدر عليه. حتى يعيشوا أولاده. هذا واقع يعني 90% من أئمة المملكة. أخي الكريم، بعض الناس يعني، وهذا للأسف قرأت على المواقع، إنه بيحسد الإمام على السكن اللي ساكن فيه، بيقول يا أخي بكفي أنت ساكن ببلاش. يا أخي الكريم، تعال شوف السكنات الأئمة. بتحداك إذا بتطلع من المملكة كلها 10 سكنات صالحة للاستخدام البشري. بتحداك إذا بتطلع عائلة إمام مش مصاب فيها ولد أو ولدين بالربو من الرطوبة والعفن والروائح الكريهة، سكنات تحت الأرض، وبقول لك ساكن ببلاش. طيب الإمام لما يتقاعد أو موظف المسجد لما يخلص عمله، يعني هل تعلم إنه مكافأة نهاية الخدمة لا تتعدى 3000 أو 4000 دينار في أحسن الأحوال؟ بينما آذن جار لنا قبل فترة بالتربية، آذن مدرسة لما تقاعد أخذ 12000. نعم.